الشروط، حيت بالنسبه لي انا وحنا تندويو على مدونه الاسره وتندويو على القانون. الكتيبه الوطنيه لمنظمه نساء الاتحاديات، اليوم حنا في جامعه القصيبه نناقش عن قرب مدونه الاسره والاصلاحات اللي بغيناها تحدث في القانون الجديد ديال مدونه الاسره. بالنسبه لنا هناك مجموعه من المقتضيات اللي خصها تبدل، اساسا في باب الزواج، باب الحضانه، باب النفقه، في باب الولايه القانونيه، وفي الباب المتعلق بالتعصيب. بالنسبه لنا الزواج خصو يتوحد في السن 18 سنه، انواع الطلاق خصها تبقى جوج، طلاق الانشقاق وطلاق الاتفاقي. بالنسبه للحضانه الام الى تزوجات ما يمكنش تسقط عليها الحضانه. بالنسبه للنفقه تنطالبوا باحداث صندوق وطني للنفقه، وانه تقلص السلطه التقديريه للقاضي في هذا الاتجاه، وانه نحكموا بنفقه تضمن كرامه الام الحاضن والطفل الحاضن. بالنسبه لنا تنطالبوا ايضا باعطاء صلة الرحم الحق ديالها القانوني والتربوي في القانون الجديد، وباننا نقويو من الفرص ديال الصلح ما بين الزوجين الى وقع الى قدر الله مشاو للطلاق، بمعنى اننا مسطره الصلح نقويوها وانها تكون على يد استشاريين قانونيين واجتماعيين وتربويين واجتماعيين يكون افضل. وبالنسبه لنا ايضا الولايه القانونيه كيف ما في الزواج خصها تكون مشتركه ما بين الابوين اثناء الزواج او بعد الزواج. احنا اليوم بمدينه القصيبه في اطار لقاء تواصلي مع ساكنه هذه المدينه من حول موضوع مدونه مراجعه شامله لمدونه الاسره رافعه للتنميه المستدامه، واللي تم خلالها تقديم واحد العدد من المداخلات اللي توضحت فيها مجموعه من القضايا اللي هي المسار التاريخي لمدونه الاسره والاكراهات والصعوبات واللي كتعتري تطبيق مدونه الاسره، وكذلك الافاق والتحدي والافاق والتوصيات اللي قدموها المتدخلين من اجل تغيير وتطوير هذه المدونه ومن اجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للبلاد، خصوصا أن المدونة مرت عليها واحد المدة ديال 20 سنة وما زالت هناك يعني واحد الصعوبة والعراقيل في بين النص القانوني والتطبيق. إذا احنا اليوم في هذا الإطار كمنظمة نسائية وكذلك كتفاعلا مع الساكنة ديال مدينة القصيبة، فعلا أننا كان واحد التفاعل القوي ومهم، واللي الكل انه كيشجع وكيرحب بهذا التعديل ديال الاسره اللي هو تعديل مدونه الاسره اللي هو حقيقه في مصلحه الاسره بكل اطرافها، سواء الاب الام او الابناء. وبطبيعه الحال هذه الاسره اللي هي كتشكل واحد الخليه ديال المجتمع واللي هي يعول عليها في التنميه ديال الجهه وفي التنميه ديال الوطن ككل، وكذلك من اجل التمكين. يعني اننا هاد الندوه كانت كتصب في اطار المحاوله ديال اننا يكون تمكين قانوني للنساء، لان لا بغينا المراه انها تمكن سياسيا وتمكن اقتصاديا، فيجب اولا تمكينها من الناحيه القانونيه، وهذا ما نصب اليه، وهذا ما ايضا ركز عليه صاحب الجلاله نصره الله وايده في خطابه ديال العرش ديال خطاب العرش 2022، على اساس ان التعديل تحتمه ويحتمه التطور الاجتماعي اللي كيعرفوا المغرب، وذلك في يعني في مع احترام المقتضيات والمرتكزات والقيم والمبادئ الدينية اللي هي المصدر الأساسي للقوانين ديالنا ديال مدونة الأسرة. إذا احنا اليوم فعلا أننا حققنا واحد الهدف مهم، واحد النتيجة مهمة، هو أن فعلا أن كانت واحد الحملة تحسيسية مهمة، وأن الحاضرات والحاضرون كلهم أنهم وعوا بالأهمية ديال ضرورة التغيير لمدونة الأسرة. وشكراً.